حزب الحرية يشكل الحكومة مع حزب الشعب في النمسا السفلى ويتوعد اللاجئين. رئيسة الحزب الاشتراكي غندي فاغنا تعتزم اعتزال عالم السياسة. انخفاض طفيف في التضخم في النمسا عن الشهر السابق. خبير نمساوي ينتقد الخطط الأوروبية للتخلي التام عن الغاز الروسي. فلسطيني يتهم السلطات النمساوية إجباره على أقوال ضد تركيا. دراسة تؤكد ارتفاع نسبة القلق أثناء النوم في النمسا. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. اتفقت حاكمة النمسا السفلى يوهانا ميكل من حزب الشعب المحافظ مع زعيم حزب الأحرار اليميني أودو لاندباوا على الائتلاف الحكومي بينهم. وحسب وكالة الأنباء النمساوية اعتمد الطرفان على صندوق كورونا ومنح الرعاية. وقال زعيم حزب FPÖ أن النمسا السفلى ستكون أول مقاطعة تعوض الضرر الناجم عن سياسة كورونا، مع تمويل يبلغ 30 مليون يورو وتخصيص دعم جديد للتدفئة بقيمة 1000 يورو. كما أكد لاندباوا أنه سوف يستبدل قسما من المساعدات الاجتماعية بمزايا عينية قدر الإمكان. وقالت رئيسة الحزب الاشتراكي غندي فاغنا أنها إذا خسرت في استطلاع الأعضاء ستترك السياسة. وصرحت فاغنا في لقاء على التلفزيون النمساوي أنها إذا خسرت استطلاع أعضاء SPÖ فمن المحتمل أن تترك السياسة، سواء كان منافسها دوسكوتسيل حاكم بورغنلاند أو غيره، مشيرة إلى أن دوسكوتسيل قريب مع أفكار اليمين، وكان دوسكوتسيل قد استبعد التعاون مع زعيم حزب FPÖ كيكل، ويسمح لما يقارب من 140 ألف شخص من أعضاء الحزب بالتصويت في استطلاع. انخفض التضخم العام في النمسا إلى 10.9% في فبراير بانخفاض طفيف على الشهر السابق. وبحسب وكالة الأنباء النمساوية تراجع التضخم في فبراير بعد أن ظل عند 11.2% في يناير، وذلك بسبب انخفاض أسعار الطاقة المنزلية والوقود. ولا يزال التضخم ملحوظ في السوبر ماركت، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 16.5% على أساس سنوي، إضافة للأسعار في المطاعم. وعلى الرغم من أن أسعار الطاقة لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه في العام السابق، فقد تراجعت مقارنة بالأشهر السابقة. أكد رئيس المعهد النمساوي للبحوث الاقتصادية فيلب مايا أن النمسا لا تزال تتلقى الغاز الروسي على عكس ألمانيا. ويعتقد فيلب مايا أنه من الخطأ افتراض أن النمسا تعتمد فقط على الغاز الروسي، مضيفا أنه في الصيف الماضي أثبتت أنها تستطيع ملء خزاناتها بدون الغاز الروسي. وقال فيلب مايا على الرغم أن الخزانات مملوءة في جميع الدول الأوروبية، فأن النمسا لديها 67% من مخزون الغاز، وأشار إلى أننا نراهن على عامل الوقت وانتهاء الحرب على المدى المتوسط. اتهم لاجئ فلسطيني يدعى صهيب يوسف ابن قيادي في تنظيم حماس السلطات النمساوية بإجباره على قول شهادة مسيسة ضد تركيا. وفي مقطع فيديو حصلت إنفوغرات على نسخة منه، قال صهيب: أنا أعتذر عن ما قلته في وسائل الإعلام لأنني لم أكن يوما عضوا في حماس. وقال أن السلطات النمساوية طلبت منه اتهام تركيا بتزويد حماس بالأسلحة، مؤكدا أنه رفض كل هذه الافتراءات حسب تعبيره. يذكر أنه تم تبرئته في محكمة أيزنشتاد في بورغنلاند قبل شهر، حيث لم تجد المحكمة ركيزة واقعية تدعم حكم الإدانة. من المخابرات الإسرائيلية والنمساوية، وأنا كنت طمعان أنا بدي لجوء، بدي أخذ لجوء في الاتحاد الأوروبي،
وانخدعت. أنا واحد من الناس بخاف الله، أنا رجعت لنفسي. أظهر استبيان قام به باحثو النوم في النمسا أن مع بداية وباء كورونا كانت هناك زيادة في مشاكل النوم وخاصة لدى النساء. وبمناسبة اليوم العالمي للنوم، أظهر الاستبيان أن ما يصل إلى 30% يعانون من اضطرابات النوم، وتتأثر النساء أكثر من الرجال، وكان لكورونا تأثيرا واضحا. كما أظهر الاستبيان أنه في أيام العمل ينام الناس بمعدل 30 دقيقة أقل من 7 ساعات المطلوبة، ثم يعوضونه نهاية الأسبوع، وهذا ليس كافيا ويؤثر على العمل. وفي عطلة نهاية الأسبوع نتمنى لكم نوما هنيئا. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم. كنت معكم أنا فاطمة العنسكي، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.